المنظور البصري. بداية، هل تعرف ما هو الأفق؟ الأفق هو ذلك الخط حيث تلتقي السماء بالأرض على مستوى نظرك تماماً، وهما طبعاً لا يلتقيان إلا بصرياً فقط. فالأفق هو حدود نظرنا، ولا نستطيع أن نرى ما وراءه. ولو أنك ذهبت إلى النقطة التي تراها في الأفق، فإنك سوف ترى أفقاً آخر على نفس المسافة السابقة. وإذا التفت إلى النقطة التي كنت بها، فسوف ترى أفقاً أيضاً تلتقي فيه السماء بالأرض. هذه هي الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا، وتعودنا عليها لدرجة أنها أصبحت شيء بديهي وحجة قوية تثبت انحناء الأرض وأنها كرة. فلو كانت سطح منبسط لما كان هناك أفق، ولا أصبحنا قادرين على الرؤية إلى ما شاء الله. لكن الحقيقة أنه رياضيا يمكن إثبات أن الأفق يظهر بنفس الطريقة، سواء كانت الأرض كرة ضخمة بقطر 6371 كيلومتر أو مسطحة لا متناهية، وهذا وفق موقع اسأل رياضيا. وهي بالطبع إجابة منطقية عندما نفكر في فكرة المنظور البصري، والتي هي أهم معرفة تجعل الإنسان يدرك بأنه يعيش على سطح منبسط ثابت وليس على كرة تدور. والمؤمنين بنظرية المؤامرة يقولون بأن هذا هو السبب لعدم السماح للجميع بفهم فكرة المنظور، لأن المتآمرين لا يريدون لنا أن نفهم كيف تعمل حواسنا حتى لا ندرك الحقيقة. سنحاول الآن تبسيط هذه الفكرة المعقدة، والتي لم يدرسها سوى الفنانين والمهندسين المعماريين. ولكن قبل شرحها، لابد أولاً أن نفهم كيف ترى العين البشرية العالم من حولها. إذا وقفت وسط ممر طويل ونظرت إلى آخره أمامك، ثم تأملت المشهد بعين متفحصة، فسوف تكتشف أن السقف يهبط إلى الأسفل كلما ابتعد عن نظرك، والأرض تصعد إلى الأعلى لتلتقي مع السقف في مستوى نظرك تماماً، بينما الحائط الأيمن ينحرف جهة اليسار، والحائط الأيسر ينحرف جهة اليمين. وإذا التفت وراءك فسوف ترى نفس المشهد. والواقع أن السقف لا يهبط إلى الأسفل بالفعل، ولا الأرض تصعد إلى الأعلى بالفعل، ولكن عيوننا ترى كذلك، كي يلتقي السقف مع الأرض في الأفق، كما يلتقي الحائط الأيمن والأيسر أيضا في مستوى نظرنا. وبالتالي يلتقي كل شيء في نقطة واحدة أمامنا تماماً على مستوى نظرنا، تسمى نقطة التلاشي. نحن نعلم جيداً أن السقف والأرض والجدران على طول الممر جميعها متوازية، ولكننا نراها تتقارب حتى تلتقي في نقطة التلاشي. وكلما تحركت إلى الأمام فسوف يتغير منظورك، حتى إذا وصلت إلى موقع نقطة التلاشي فسوف تجد أن السقف لم ينطبق على الأرض، لأن الفكرة هي المنظور، وعيوننا ترى العالم بهذه الطريقة. والآن لو أن هناك قطة بدأت تجري من تحت قدميك نحو نهاية الممر، فإنك سوف تراها بصرياً تصعد للأعلى مع الأرض حتى تصبح في مستوى نظرك تماماً عند الأفق. وإذا بدأت النظر إليها من أعلى لأسفل حينما كانت تحت قدميك، ثم بدأ نظرك يرتفع معها حتى أصبحت تراها بخط مستقيم أمامك تماماً. ولو أن هناك مصباح معلق بقضيب بطول سقف الممر ومزود بموتور يجعله يتحرك من أول الممر إلى آخره، ثم يعود مرة أخرى كقطعة من الديكور في السقف، فإنك سترى حركته متشابهة تماماً لحركة القطة لكنها معكوسة. فحينما يكون فوق رأسك ستنظر إليه من أسفل إلى أعلى، وكلما تحرك باتجاه نهاية الممر سيبدأ نظرك بالهبوط معه حتى تنظر إليه بخط مستقيم أمامك تماما. فهل يعني ذلك أنه هبط من أعلى لأسفل وأن القطة ارتفعت من أسفل للأعلى؟ بالطبع لا، فعلى الرغم من أنهما أمامك مباشرة على مستوى نظرك، إلا أن القطة ما زالت أسفل منك والمصباح ما زال أعلى منك. هذا الأمر مشابهاً تماماً لوقوفك أمام حقل كبير للزهور، وبافتراض أنه عن يمينك 100 خط تشغل مسافة 100 متر، وعن يسارك 100 خط تشغل مسافة 100 متر أيضاً، فإن كل هذه الخطوط أمام نظرك تتقارب حتى تلتقي جميعها في الأفق وفي نقطة التلاشي أمامك مباشرة وعلى مستوى نظرك. هذا يعني أن أول زهرة بالخط الأول هي عن يمينك بمسافة 100 متر، ولكن أين آخر زهرة بنفس الخط؟
إنها أمامك مباشرة عند نقطة التلاشي، أليس كذلك؟ أنت تراها أمامك لكنها ليست أمامك، لكنك رأيتها أمامك للمرة الثالثة لأن هذه هي الطريقة التي نرى بها العالم. هذه هي قوانين المنظور البصري. الآن افترض أن القطة استمرت بالجري حتى تجاوزت نقطة التلاشي، أو بمعنى أدق تجاوزت أفق نظرك، فهل ستتمكن من رؤيتها؟ في الواقع لا، لن تستطيع، والسبب أن عينيك لا تستطيع النظر إلى الأعلى لترى شيء في الحقيقة أسفل منك. فالقطة أسفل منك تحت قدميك، وكلما ابتعدت عنك فإنها تصعد من الأرض بصريا نحو الأعلى حتى تبلغ الأفق فتكون في مستوى نظرك. في هذه الحالة أنت تنظر بشكل مستقيم إلى شيء هو أسفل منك، وإذا تجاوزت القطة الأفق فإنك تستمر بالصعود، وهنا تختفي عن نظرك لأنها تصبح بصريا أعلى من مستوى نظرك. ولكن كيف تختفي؟ هل تختفي فجأة كالسحر بمجرد تجاوزها خط الأفق؟ لا، بل تختفي من الأسفل إلى الأعلى، فبينما أقدامها تكون تجاوزت الأفق وأصبحت فوق مستوى نظرنا، فإن جسمها يكون مازال في مستوى النظر حيث نستطيع رؤيته، وإذا ابتعدت أكثر فإن جسمها يتجاوز الأفق فلا نستطيع رؤيته، وهكذا حتى تختفي تماما فلا نراها لأنها تجاوزت الأفق حيث نهاية حدود النظر. ويبقى الحل الوحيد هو الصعود إلى الأعلى، فكلما ارتفعنا عن الأرض يتغير المنظور ويبتعد خط الأفق أكثر إلى خط أفق آخر. استبدل الآن القطة بالمركب والممر بالشاطئ، وهنا سوف تدرك أنه بنفس الطريقة تختفي السفن عن نظرنا من الأسفل إلى الأعلى، ليس بسبب انحناء الأرض ولكن بسبب قوانين المنظور. ولهذا السبب لا يمكن الوقوف على شواطئ الإسكندرية لنرى الناس في شوارع إيطاليا. أما بالنسبة للمصباح المعلق بالسقف فافترض أنه تحرك حتى تجاوز خط الأفق، فهل ستستطيع رؤيته؟ بالطبع لا، لأنه عند خط الأفق يكون في مستوى نظرك بينما هو في الحقيقة أعلى منك، وإذا تجاوز الأفق فإنه يستمر بالهبوط، وفي هذه الحالة لن نتمكن من رؤيته لأن عيوننا لا يمكنها النظر نحو الأسفل لرؤية شيء هو في الحقيقة أعلى منها. الشيء الملفت للنظر أنه من المفترض ألا يختفي المصباح فجأة بمجرد تجاوز خط الأفق، ولكن لابد أن يختفي من الأعلى إلى الأسفل عكس القطة. بيدي أن الواقع أنه يختفي من الأسفل إلى الأعلى، وهذا أمر مربك لقوانين المنظور، ولكن الحقيقة أن خط الأفق دائما أسفل منه مانع طبيعي للرؤية وهو سطح الأرض، وبالتالي يختفي المصباح من الأسفل إلى الأعلى بسبب هذا المانع. استبدل المصباح الآن بالشمس وسوف تكتشف أنها لا تختفي بسبب كروية الأرض ولكن بسبب قوانين المنظور، فهي تبتعد عنا آخذة معها النور حتى تتجاوز خط الأفق فتختفي. الشيء الأخير، لماذا يوجد أفق إذا كانت الأرض مسطحة؟ وهل هو دليل على كروية الأرض؟ الغريب أن الأفق الذي نعرفه هو دليل قوي على أننا نعيش فوق أرض مسطحة وليس العكس، فلو كانت الأرض التي نعيش عليها كرة لسقط الأفق أسفل نظرنا كلما ارتفعنا نحو الأعلى، إلا أن هذا لا يحدث، وكلما ارتفعنا نحو الأعلى رأينا الأفق في مستوى نظرنا، نراه كذلك من فوق أسطح منازلنا ومن فوق الأبراج وناطحات السحاب وحتى من الطائرات وبالونات الأرصاد شاهقة الارتفاع، دائما الأفق في مستوى نظرنا لأنه أفق أرض منبسطة شاسعة وليس كأفق قرى. ارفع الوسادة من فوق رأسك ولا تستسلم لعملية التنافر التي تضرب عقلك الآن، افتح عينيك فقط ثم اترك لعقلك حرية التفكير بعيدا عن البديهيات التي لقنونا إياها منذ كنا أطفالا، وإن كنت تعتقد بأن ما سبق هراء فهذا حقك، لكن انتظر قليلا فما زال النفق عميقا، والهراء الحقيقي هو خطوتنا القادمة نحو الفضاء، أقصد الماء.